هذا ويواصل النظام القطري سلوكه العبثي في الإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك أدى أكثر من 2 مليوني حاج مناسك الحج هذا العام بكل يسر وسلاسة، حيث حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توفير سبل الراحة للحجاج، ووظفت جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، وأشاد الحجاج بالجاهزية العالية لمختلف الخدمات المقدمة لهم.